السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي وسيشن جديد من دروس المات. يلا مع بعض نبدأ درسنا النهاردة. Operation of natural numbers, adding and subtracting. After this lesson, we will be able to recognize the properties of addition and subtraction in n, represent the sum and difference in n in number line. يلا بينا مع بعض. بصوا معايا هنا، طبعا اللي قدامنا ده احنا عارفين ده اسمه ايه، طبعا من غير ما تتكلم يا مستر احنا عارفين ان ده اسمه number line. انا قلت 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and so on. طبعا ده كده اسمه ايه؟ زي ما احنا عارفين اسمه number line. جميل جدا. طب واللي تحت ده straight line، اول ما احط عليه numbers، اول ما اكتب numbers بقى اسمه ايه؟ number line. طب يا ترى احنا هنعمل ايه بالnumber line؟ هل ممكن نقدر ان احنا نستخدم او نعيوز النمبر لاين to find the summation of 2 plus 3؟ ممكن بسهولة جدا نستخدمه عشان نجيب ال 2 plus 3. طب ازاي يا مستر؟ تعالى كده معايا. اول حاجة هنتخيل ان احنا واقفين هنا عند الايه؟ عند الزيرو 2، يبقى انا همشي كام ستيب؟ 2 ستيبس 1 2، يبقى انا همشي كده 1 2. طيب 2 plus 3 3، يبقى هعمل ايه؟ count after 2 3 steps 1 2 3، يبقى هنوصل هنا فعلا 2 plus 3 equals ايه؟ 5. بسهولة جدا قدرنا على النمبر لاين ان احنا نعمل 2 plus 3. طب شوف كده another example 2 plus 3 plus 4، يبقى هنا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2، يبقى هنيجي هنا من 0 نقول 1 2، يبقى هنيجي كده ادي 2 steps. بعد كده 3 steps 1 2 3 كده يا أولاد، وصلنا عند فين؟ 5. كام ستيب بعد كده؟ 4 1 2 3 4، يبقى كده وصلنا كام؟ 9. يبقى أنا كده يا مستر هنا عملت 2 وهنا بلس 3 بلس 4، أمال هنا كانت 2 بلس 3. طبعا هنا الريزلت بتاعتي هتكون هنا ايه؟ 9. طب شوف مع بعض كده addition on n، هنشوف البروبرتيز بتاع الاديشن. طبعا اديشن اللي هي البلس، اللي هو نعمل add number to another number او to another number. شوف كده مع بعض، اول بروبرتي عندنا، اول بروبرتي عندنا هي ان الاديشن on n closure. يعني ايه closure؟ تعالى كده نشوف الاكزامبل ده. لو انت جيت قلت ان 8 plus 9 equals 17، معنى كلوجر معناها ان ال 8 belong to n، لما عملت لها plus 9 وال 9 برضو also belong to n، ها كانت الريزلت بتاعتي كام؟ 17، وهي belong to n. بمعنى ان انا كل النمبرز او كل المكونات بتاع الاوبريشن بتاع الاديشن كلها طلعت ايه؟ belong to n، يعني زي ما بنقول كده أسرة مع بعضهم، عبارة عن حاجة مقفولة كلها جوه الايه؟ ال n. الحاجة closure. تاني حاجة لو احنا بصينا كده ال property دي، لو انا قلت لك 8 plus 9 هي also هي 9 plus 8، يعني انا عملت ايه؟ عملت change للposition بتاع 9، يعني 9 كانت هنا، ايه اللي حصل؟ انا جبت ال 9 هنا مكان ال 5 ال 8 وال 8 مكان ال 9. طبعا زي ما انت شايف كده ادي ال 9 وهنا ال 8.
طيب هل كده غير من الريزلت؟ لا زي ما هي. يبقى هنا البروبرتيز او ذا سكند بروبرتي هي كوميوتاتيف. كوميوتاتيف يعني نقدر نعمل شينج للبوزيشن او للبليس بتاع ال9، ممكن يجي مكان ال8 وال8 تروح مكان الايه ال9. The third property زي ما احنا شايفين، لو انا قلت لك 8 plus 9 plus 10، ممكن واحد يقول لي يا مستر انا الاول هعمل 8 plus 9 وبعد كده اللي هيطلع او الريزلت اللي هتطلع هعمل لها plus 10 يبقى 27. واحد تاني يقول انا ممكن اعمل 8 plus 9 يبقى 10 plus 9 يبقى 19 plus 8 تطلع كام زي ما احنا شايفين برضه 27. طبعا اللي حل بالطريقه دي صحيح ودي برضه صح. طب البروبرتي دي اسمها ايه؟ اسوسييتيف. يبقى عندي اول حاجه كلوجر، ثاني حاجه قلنا ايه؟ كوميوتاتيف، ذا ثيرد اللي هي مين؟ اسوسييتيف. طيب شوف كده انذر بروبرتي للاديشن. هنقول 8 بلس 0 ايكوال 8، 0 بلس 8 ايكوال 8. حد خد باله الزيرو ما عملش اي تأثير لل 8، زي ما دخلت خرجت. هنا برضو نفس الكلام، الزيرو ما اثرش عليها، زي ما هي موجودة خرجت نفس ما هي ايه 8. عشان كده بنقول عليه additive identity. additive identity او ساعات نقول عليه neutral. additive identity او neutral ده يعني المحايد، يعني ما بيأثرش، ملوش أي تأثير في أثناء عملية الإيه؟ الأدينج. يعني أنا عملت أدينج دلوقتي مش هيأثر على حاجة. أنا قلت مثلا كده 444 بلس 0 هتبقى زي ما هي 444. ليه؟ لأن الزيرو معناها nothing يعني لا شيء. يبقى كده مع بعض هنقول الأديشن أون إن البروبرتيز بتاعتها كلوجر، commutative، associative، و additive identity. يبقى closure، commutative، associative، additive identity. طب هل نقدر نستخدم بقى البروبرتيز دي عشان نقدر نوصل للريزلت؟ تعالوا كده مع بعض نشوف ازاي ان احنا هنستخدم. By using properties، طبعا هنا لما يقول لك by using properties يبقى لازم تستخدم الـ properties of addition. Find the sum of the following. شوف كده مع بعض. بيقول لي هنا ايه؟ 37 plus 65 plus 63. ممكن استخدم انهي properties؟ ايه المناسب عندي هنا؟ لاحظوا احنا اول واحد ده هنخليه زي ما هو. وممكن نعمل هنا يا مستر نعمل change للـ place دي. يبقى في الحالة دي هتبقى هنا 63. بلس 65 وهاجي اكتب هنا الخاصيه اللي هي ايه؟ كوميوتاتيف. طيب بعد كده ايه المطلوب مني؟ لو انت تلاحظ هنا 63 وهنا 37، 3 و 7 ممكن يدوني حاجه اولها ايه؟ 0 لانها هيبقوا 10. يبقى هاخد كده يا مستر 37 بلس 63 بلس 65. يبقى دي يا مستر هقول ان دي ايه؟ associative. تعالى كده نعمل بلس 3 بلس 7 10 كاري اب 1 7 بلس 3 10 يبقى هنا 100 وهنا كام 65 يبقى 165. يبقى انا هنا استخدمت التو بروبرتيز اللي عندي اللي هي الكوميوتاتيف والاسوسييتيف. طبعا دول اكتر بروبرتي احنا بنستخدمهم عشان تبقى عارف. طيب شوف كده انذر اكزامبل 91 plus 164 plus 209 plus 36. هنا ممكن نعمل ايه يا مستر؟ طبعا خلي لي هنا الحاجتين اللي هم هنا على الاطراف كده في الوينجز زي ما هو. انا هعمل هنا اعمل شينج لي اللي جوه دول. يبقى 91 plus 209 plus 164 plus 36. اللي انا عملته ده اسمه يا مستر كوميوتاتيف. طيب تعالى كده معايا هنا هناخد الاثنين دول مع بعض والاثنين دول مع بعض. يبقى هعمل هنا البرنتسيز بتاعتي او البراكتس بلس 146 بلس 36 واقول هنا ايه؟ اسو
سيتيف. طيب تعالى كده هنا ودي ودي 1 بلس 9 10 كاري اب 1 10 بلس 0 يبقى 10 كاري اب 1 يبقى 300 بلس 6 بلس 4 10 كاري اب 1 4 بلس 6 10 كاري اب 1 يبقى هنا 200 يبقى 300 بلس 200 يبقى ايكوالز 500. برضو نظر اكزامبل. طبعا انت هتقول يا مستر دي الاسئلة دي سهلة جدا وممكن نحلها عادي وممكن نحلها على الكالكوليتر. هي الهدف مش ان انت تحل، الهدف ان to using ان انت تستخدم ال properties of addition. طب هنا نفس الكلام يا اولاد 54 هعمل هنا exchange اعمل change يبقى plus 46 plus 67 يبقى ده commutative. هاخد دول كده 54 plus 46 ادي البراكتس بتاعتي او البرنتسيز يبقى هنا يا مستر هقول ايه اسوسييت 6 plus 4 10 كاري اب 1 5 plus 5 10 يبقى كده كام 100 plus 67 يبقى 167. another example 53 4 plus 42 plus 47 plus 58 طبعا زي ما احنا عارفين هنا الوينجز زي ما هي اهي وهعمل هنا commutative plus 47 plus 42 plus 58 هسمي دي كده ايه كوم. تعالى ناخد كده الاثنين دول مع بعض يبقى 35 plus 47 plus 42 plus 58 يبقى دي يا مستر كده البروبرتي اللي هي الاسوسييتيف. نعمل دول بلس 7 بلس 3 طبعا 7 بلس 35 هيبقى 60 و40 يبقى 100 بلس 8 و40 هنا تبقى 42 يبقى 50 50 بلس 50 يبقى 100 يبقى كده يا مستر 200. يبقى انا قدرت استخدم الاديشن بروبرتيز او البروبرتيز اوف اديشن في ان انا اوصل للريزلت او السم بتاع اي اوبريشن. تعال كده معايا +62 بلس 315 بلس 38 يبقى هنعمل ايه هنا يا مستر زي ما اتعلمنا 62 بلس 38 بلس 315 يبقى هنا هنقول كوميوتيف. طب ناخد كده الاتنين مع بعض يبقى 62 بلس 38 بلس 315 دي الاسوسييتيف. طيب 8 بلس 2 او 8 بلس 62 70 بلس 30 يبقى 100 طبعا تلاقي المسألة بتحل معاك بسهولة جدا يبقى هنا 415. 19 plus 444 plus 901 plus 536 طبعا احنا قلنا نحافظ على الوينجز بتاعتنا يبقى 19 plus هنا هنعمل ايه هنغير هنعمل شينج للبليس 901 plus 444 plus 536 واجي هنا اكتب البروبرتي اللي انا استخدمتها commutative. ناخد ال two numbers دي 19 plus 901 plus 444 plus 536 وهنا associative ناخد دول مع بعض هنا 1 plus 9 10 carry up 1 1 plus 1 2 وهنا 9 يبقى 920 plus 6 plus 4 10 carry up 1 4 plus 4 8 5 plus 4 9 0 plus 0 طبعا هنا دي لو قلنا 20 دي مع ال 8 يبقى دي كلها 1000 يبقى 1900. ناخد بالنا بقى من حاجة جميلة جدا even plus even equal even يعني لو انا عندي even number plus even هيديني النتيجة بتاعتي تكون even اهو لما اقول 4 plus 6 يبقى هنا 10
10 يبقى هنا even plus even ادتني 10 اللي هي ايه even برضو. طيب لو انا قلت odd plus odd يعني 3 plus 7 3 دي odd odd number 7 odd number يبقى ادتني 10 هنا يا اولاد even number. طب لو انا خدت بقى حاجه اتنين مختلفين كده different واحده even ال 4 وال 3 دي even ولكن دي odd ادتني 7 اللي هي ايه odd. تمام احنا كده عرفنا مين الاديشن ان even plus even يعني لو كانوا شبه بعض even و even او odd و odd يبقى في الاخر الريزلت بتاعتي هتكون even لكن لو كانوا مختلفين الريزلت بتاعتي هتكون هنا even plus odd لا سوري دي هتبقى ايه odd تبقى ايه odd. شوف مع بعض كده اكزامبل على اللي احنا خدناه. طبعا زي ما احنا عارفين اهو افكركم بيه even plus even يدينا even odd plus odd يدينا even. طبعا لو هما شبه بعض لكن لو even plus odd هيدينا ايه يا اولاد هيدينا odd. طبعا odd plus even هي هي نفس الكلام. بيقول لك if x x دي odd number فال x دي odd. طب هو بيقول لك then x plus 7 تبقى ايه؟ هنا ال x odd طب ال 7 هي كمان ايه؟ odd طب odd plus odd اهي يبقى ايه؟ even number. طب if x even number then x plus 5 x يعني هي even وال 5 زي ما احنا عارفين ان هي odd تحب افكركم كده ال even numbers افتكر مع بعض ال ones بتاعها او اليونتس بتاعتها 0 or 2 or 4 6 8 وال odd number ال odd numbers ال ones بتاعها او اليونتس بتاعتها 1 or 3 5 7 9. طب هنا odd اللي هي ال 5 وهنا ال x even طب even plus odd طالما الاثنين مختلفين يبقى هيديني ايه odd. If x odd odd number then x minus 2 طبعا اللي بينطبق على ال plus ينطبق على الـ ايه؟ الـ subtraction أو الـ minus. هنا طبعا الـ x قال لي odd يبقى odd minus even يبقى هنا الاتنين مختلفين يبقى إذا هتديني ايه؟ odd. طب افرض أنا مش فاكر ادي نفسك كده example يعني اعتبر مثلا إن الـ x مثلا على كده نقول such as x 5 minus 2 تديك كام 3 ده odd وده even فادتنا 3 كان ايه odd يبقى انت تعرف النتيجة على طول. هل نقدر نستخدم النمبر لاين ان احنا نعمل subtraction؟ طبعا يا ولاد زي ما عملنا البلس ممكن نعمل الماينس. طب تعالى كده معايا هنقول 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 minus 3 تعالى كده نمشي من اول هنا نعد 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى هنيجي هنا لحد دلوقتي مفيش اي تغيير كلها كده زيها زي الايه زي الاديشن. تمام ولكن قال لي minus 3 minus هنا يا اولاد بدل ما هنمشي تو رايت طبعا واحنا في الاد او في البلاس بنروح ناحيه الايه اليمين رايت تو رايت. طب لو احنا بنعمل سبتراكشن يبقى الحركه بتاعتنا تبقى العكس ليفت شمال. طيب هنا سبتراكشن كام او ماينس كام ماينس 3 طب هنرجع 3 ستيبس 1 2 3 يبقى نيجي نعمل كده الدور تحت كده اهو يبقى هنا يا مستر 8 ماينس 3 ايكوالز ايه 5. طيب تعالى كده نجرب كمان واحدة هنا طبعا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 طبعا هنا 8 يبقى من عند الزيرو لحد ما نوصل 1 2 3 4 5 6 7 8 لحد ما نوصل لل 8 جميل جدا اهي.
طب هنعمل ايه بعد كده ماينس 8؟ يبقى هنرجع تاني 8 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى هنرجع فين يا مستر؟ عند الزيرو. يبقى فعلا 8 ماينس 8 تدينا ايه يا اولاد؟ زيرو. Another example 7 ماينس 4 يبقى 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 يبقى هنعد كده مع بعض نعمل count 1 2 3 4 5 6 7 يبقى هنا اهو. طيب ماينس 4 يبقى هنرجع to left هنعمل كده move 4 steps 1 2 3 4 4 steps to left. اه يا مستر اهو وصلنا كام هنا يا اولاد؟ عند ال 3. يبقى فعلا 7 ماينس 4 ايكوالز 3. طب نشوف كده اكزامبل كمان. اه لو انا قلت 4 ماينس 7 يبقى 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 يبقى هنقول كده يا مستر نيجي هنا من عند الزيرو 1 2 3 4 اهي. جميل جدا. بعد كده المفروض ان احنا هنرجع كام يا اولاد؟ 7 1 2 3 ايوه 4 اه في بقى 7 وصلنا هنا 4 عند الزيرو ولسه ما وصلناش للايه؟ لل 7. عشان كده اولاد بنقول ان السبتراكشن not always possible مش دايما ممكنه في ان في الناتشرال نمبر. ليه؟ لان 4 ماينس 7 لو احنا بقى طبعا حابين نعرف المعلومه دي هتساوي حاجه اسمها نيجاتيف 3 يعني 3 اندر 0 يعني تحت الزيرو يعني. طبعا احنا لسه ما خدناش نيجاتيف 3 ومش تبعنا خالص في الناتشرال نمبر يبقى معنى كده ان هي ايه بنقول نوت ها بوسيبل مش ممكنه نوت ايه نوت اولويز بوسيبل مش دائما ايه ممكن. طيب شوف كده مع بعض طبعا طالما not always possible يبقى السبتراكشن البروبرتس بتاعتها اهي هنقول ان هي not closed يا مستر. ليه؟ زي ما احنا قلنا كده 8 minus 4 equal 4 but 4 minus 8 impossible ايه in مستحيل ان احنا نلاقيها في الايه في الان عشان كده بنقول not closed او not always possible. طبعا طالما هي not closed يبقى اكيد طبعا يا مستر not commutative. ليه يا مستر؟ لان 9 minus 8 1 لكن في هنا 8 minus 9 لا دي not equal ايه دي not associative. لو انت كده حبيت تحل سؤال زي كده 8 minus 7 minus 1 لو انت جيت قلت 7 minus 1 6 يبقى 8 minus 6 equal 2. طب لو حبيت تخلي بقى ال 8 وال 7 الاول يبقى هنا 1 minus 1 equal 0. طبعا انت هنا لقيت نتيجه او ريزلت مختلفه ايه عن الريزلت الايه الاولاني يبقى طبعا not associative. تعالى كده مع بعض نشوف examples complete by using suitable symbol. Belong to or not belong to. 9 minus 2. 9 minus 2. تقول لي يا مستر 9 minus 2 7. يبقى هنا يا مستر belong to n. 3 minus 9. هل ممكن نقدر اعمل 3 minus 9 في ال n؟ لا طبعا يا مستر. يبقى not belong to. 4 plus 2. 4 plus 2 6. يبقى belong to n. 0 طبعا عارفين الزيرو كده كده belong to n. 4.5 minus 1.5 طبعا ما تتغرش او تتسرع وتلاقي تقول ده هنا 0.5 ويبقى not belong to. لا الاول حل اللي قدامك دي 4.5 minus 1.5 يعني equal 3 طبعا ال 3 طبعا يا مستر belong to n. طيب يلا بينا مع بعض كده نفكر think
if x 12 يعني وانا عندي ال x دي equal 12 y equal 18 z equal 10 then calculate. هنحسب بقى كده مع بعض ايه y minus x minus z. طيب ال x ال y كام يا ولاد؟ 18 minus ال x يبقى اشيل ال x هعمل compensation ادي 12 minus 10. يبقى الاول احل فين؟ لازم اول حاجه اخدها الايه البراكتس او البرنسيس. يبقى الاول 12 minus 10 يبقى 2 يبقى هنقول 18 minus 2 equals 16. نفس الكلام هنا اهو اعمل open لي البراكتس 12 ال 12 كام؟ 18 minus 2 سوري ال y 18 وال x 12 minus 12 plus z اللي هي 10. 18 minus 12 يبقى 6 plus 10 equal 16. طيب. Another example. If a plus 12 is an even number and b plus 17 is an odd number, then a plus b plus 7 is a. عشان نوصل يا ولاد نعرف دي كلها على بعض ممكن تبقى odd ولا even يبقى لازم اكون عارف ال a هل هو odd ولا even وال b هل هو odd ولا even. تعالى كده نمسكها واحدة واحدة. a plus 12 a plus 12 equals ثانية واحدة A plus 12 دي لو احنا كده زي ما هو بيقول لي بيقول لي دي كلها على بعض even. طب تعالى كده نشوف هي هنا دي ايه ال 12 even. طب A plus even يدينا even يبقى لازم من دي ان تكون ايه even. يبقى هطلع من هنا بمعلومة ان ال A عبارة عن even. طيب تعالى كده يبقى انا كده عرفت ال A even. نيجي هنا ال B plus 17 كل ده على بعضه عبارة عن odd. يبقى هنا ال B هنا odd odd plus A هيدينا odd. طبعا لو قلت odd plus odd عمره ما هيدينا odd عمره ما equal odd هيبقى equal even. يبقى لازم غصب عننا ال B دي تبقى تكون ايه even. يبقى كمان يا مستر ال B even. طب تعالى بقى بعد ما عرفنا الكلام ده نشوف هنا ال A plus B plus 7 هنا even plus even plus 7 عبارة عن ايه odd. even plus even يدينا ايه يا ولاد even. يعني هنا even و even هيبقى ايه even. يبقى even وطبعا عندنا 7 plus odd طالما الاتنين مختلفين even وهنا odd يبقى هنا ال a plus b plus 7 هتكون ايه يا ولاد odd number. كده كون خلصنا حلقتنا النهاردة وعلى وعد بلقاء جديد وحلقة جديدة من دروس الماس. شكرا ليكم.